طيب عندي بعد كده عملية انتقال حبوب اللقاح من الطلع إلى المتاع، من الطلع للمتاع دي اسمها التلقيح الزهري. عملية انتقال حبوب اللقاح من متوك الأذية إلى ميسم القرابة برضو التلقيح الزهري. عملية انتقال حبوب اللقاح من متوك زهرة إلى ميسم نفس الزهرة أو إلى مياسم زهرة أخرى على نفس النبات ده اسمه التلقيح الذاتي. رقم 16 عملية انتقال حبوب اللقاح من متوك زهرة إلى مياسم زهرة أخرى على نبات آخر من نفس النوع، طالما قالك على نبات آخر وبس من نفس النوع ده تلقيح خلطي. رقم 17 يجي يقول لك مرض يصيب الأشخاص الذين لديهم حساسية للغبار المحمل بحبوب اللقاح ده اسمه مرض حمى القش. رقم 18 عملية التلقيح التي تجرى بواسطة الإنسان ده التلقيح الصناعي. رقم 19 عملية اندماج نواة الخلية المذكرة اللي هي حبة اللقاح مع نواة الخلية المؤنثة البيضاء لتكون الزيجوت دي عملية الإخصاب. رقم 20 الخلية الناتجة من اندماج نواة حبة اللقاح مع نواة البيضة دي اسمها الزيجوت أو اللقاح. عندي بعد كده رقم 21 يقول لك تكاثر بعض النباتات عن طريق أجزاء من الجذر أو الساق أو الأوراق أو البراعم، او عملية انتاج افراد جديدة من اجزاء النبات المختلفة دون ان يكون للزهرة دور في هذه العملية. طبعا الاتنين دول تعريف التكاثر اللاجنسي اللي هو الخضري. عندي بعد كده رقم 22 تكاثر في النبات يتم عن طريق الريزومة او الفسائل او الدرانات ده التكاثر الخضري الطبيعي. رقم 23 جزء منتفخ من جذر عرضي او ساق ارضية يحتوي على براعم نامية يستخدم في عملية التكاثر الخضري ديت على طول الدرنة. رقم 24 جزء من ساق او جذر او ورقة يحتوي على براعم نامية يقطع من النبات بغرض استخدامه في عملية التكاثر الخضري. طالما جزء من ساق او جذر او ورقة يحتوي على براعم نامية ديت العقلة. رقم 25 فرع من النبات او فرع النبات الذي يثبت عليه الطعم في عملية التكاثر بالتطعيم. فرع النبات اللي بيثبت عليه الطعم ده اسمه الاصل. رقم 26 جزء من النبات يحتوي على مجموعة من البراعم يثبت على الأصل في عملية التكاثر بالتطعيم. جزء النبات اللي بيثبت على الأصل ده اسمه الطعم. عندي بعد كده رقم 27 طريقة مستحدثة للحصول على أعداد كبيرة من أحد النباتات باستخدام جزء صغير منه دي اسمها زراعة الأنسجة. طيب عندي بعد كده يجي يقول لك اذكر مثالا لكل من زهرة ذات سبلات وبتلات منفصلة. طالما سبلات وبتلات منفصلة ديت المنصور. رقم 2 زهرة ذات بتلات ملتحمة ديت البيتونيا. طيب نكمل مع بعض. طيب عندي بعد كده زهرة نموذجية، عندك الزهور النموذجية ديت زي الورد البلدي، عندك التوليب وغيرها. عندك بعد كده زهرة وحيدة الجنس، عندك زي الذرة أو القرع أو النخيل. عندك خامس حاجة زهرة ثنائية الجنس اللي هي خنسة، عندك الورد البلدي، عندك المنصور، البتونيا، البسلة. رقم 6 نبات ذاتي التلقيح، نبات ذاتي التلقيح ده عندك الكتان وعندك كمان نبات الشعير. طبعا الكتان ليه؟ لان لنضج الموتك والماسم في وقت واحد فبيحصل له تلقيح ذاتي. وعندك الشعير عدم تفتح الازهار الا بعد اتمام عملية الاخصاب وده برضو تلقيح ذاتي. عندك بعد كده رقم 7 نبات يتكاثر بالدرانات ده نبات البطاطس او البطاطا. رقم 8 نبات يتكاثر بالتعقيل ده العنب او القصب او عندك كمان الورد البلدي. رقم 9 نباتين يتم تطعيم احداهما على الاخر، نباتين يتم تطعيم احدهما على الاخر ده عندك مثلا البرتقال والنارنج، التفاح والكمثرى، الخوخ والمشمش، ودي كلها نباتات بتبقى متقاربه في الصفات. رقم 10 نبات يتكاثر بالتطعيم عن طريق اللصق، عن طريق اللصق ده نبات المانجو، المانجو ده بيتبع هذه الطريقه في اكسار نبات المانجو. عندي بعد كده رقم 11 التكاثر الخضر الطبيعي اللي بيعمل تكاثر خضري الطبيعي مثال عليه. عندك مثلا الريزومات، عندك الفسائل، عندك الكرمات، عندك الابصال، عندك الدرانات زي مثلا درن البطاطس اللي هي ساق بطاطس او جذر عرضي من البطاطا. طيب نكمل مع بعض. طيب عندي بعد كده يقول لك استخرج الكلمة غير المناسبة ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات. الكأس، التويج، الساق، الطلع، المتاع. كأس تويك طلع متاع، وطبعا الكلمة الغريبة هتبقى الساق والباقي ديت هنقول المحيطات الزهرية الأربعة. رقم 2 السبلات، البتلات، الدرانات، الأزدية، القرابل. سبلات وبتلات وأزدية وقرابل دي برضو محيطات زهرية أربعة، ويبقى الكلمة الغريبة عندي هنا الدرانات. عندي بعد كده رقم 3 الميسم، السوداء، القلم المبيض. هيبقى طبعا الكلمة الغريبة هنا هتبقى السودان، ولكن الميسم والقلم والمبيض ديت كده القربلة، مكونات القربلة. عندي بعد كده رقم 4 حبوب لقاح متوك قربلة خيط، يبقى انت عندك هنا هتبقى القربلة هي الكلمة الغريبة.
وعندك الخيط والمتك، والمتك بيبقى جواه حبوب لقاح. التلاتة دول من مكونات هنقول له الطلع او اللي هي الاسدية. رقم خمسة التيوليب، البتونيا، المنصور، القرع، البسلة، طبعا هي هتبقى القرع، والباقي ديت أزهار ثنائية الجنس أو أزهار خنسة. رقم ستة النخيل، القرع، التيوليب، الذرة، طبعا هيبقى التيوليب، والباقي دول أزهار وحيدة الجنس. رقم سبعة طيب عندي نواة، نواة أنبوبية، نواة مولدة، أنبوب لقاح، نواة البيضة، هي تبقى طبعا نواة البيضة، والباقي ديت مكونات حبة لقاح منبتة. عندي بعد كده رقم تمانية الزيتون، الخوخ، الفول، المشمش. الزيتون فيه بذرة واحدة، الخوخ فيه بذرة واحدة، المشمش فيه بذرة واحدة، يبقى الفول هو اللي فيه عدة بذور، يبقى تبقى الكلمة الغريبة الفول. وده هنقوله نباتات ثمار ذات بذرة واحدة، أي يحتوي مبيضها على بويضة واحدة. عندي بعد كده رقم تسعة الأبصال، التعقيل، الكرمات، الدرنات. انت عندك يبقى هنا الكلمة الغريبة التعقيل، والباقي ديت صور التكاثر الخضري الطبيعي. التعقيل، التطعيم، التلقيح، زراعة الأنسجة، يبقى تبقى هنا التلقيح. وأما التعقيل والتطعيم وزراعة الأنسجة من صور التكاثر الخضري الصناعي. طيب نكمل مع بعض. طيب عندي بعد كده يقول لي اختر الإجابة الصحيحة مع بيان سبب اختيارك. رقم واحد قامت بسمة بفحص المحيطات الزهرية للزهرة الموضحة بالشكل المقابل فأشارت لها بالرمز. هنا طبعا أول أول رمز ده زهر أنثى ولا ذكر ولا خنثى. طبعا الزهرة دي لما أجي أفحصها هلاقي إن هي فيها أربع محيطات زهرية، الكأس والتويج والطلع والمتاع، يبقى إذا دي زهرة خنثى، يبقى الإجابة هتبقى رقم ج. عندي بعد كده رقم اتنين نقط من النباتات التي يتم تلقيح أزهارها ذاتيا فقط. التلقيح الذاتي بيتم فين؟ الشعير والكتان. الشعير فعلا بيلقح ذاتيا لعدم تفتح الأزهار إلا بعد إتمام عملية الإخصاب، والكتان نضج المتك والموسم فقط واحد، فالاتنين دول بيلقحوا ذاتيا، يبقى الإجابة هتبقى رقم ألف. عندي بعد كده رقم تلاتة يجي يقول لك في الشكل المقابل يتم التلقيح الخلطي لهذه الزهرة بواسطة. طبعا لما اجي ابص على الزهرة دي هتلاقي المتك بتاعها مدلل للخارج والمياسم بتاعتها ريشية لزجة، يبقى اوتوماتيك التلقيح الخلطي لهذه الزهرة بيتم بواسطة ايه؟ هنقول له الهواء، بيتم بواسطة ايه؟ الهواء اللي هي الرياح. عندي بعد كده رقم اتنين تتميز حبوب اللقاح لهذه الزهرة بانها. انت عندك الازهار اللي بتلقح بواسطة الرياح بتكون حبوب اللقاح بتاعتها بتبقى ايه؟ طبعا الازهار اللي بتلقح بواسطة الرياح بتكون حبة اللقاح بتاعتها لزجة خشنة، لا ريشية لزجة، لا خفيفة جافة، أيوة خفيفة جافة عشان يسهل حملها بواسطة الرياح، فلازم تبقى حبة اللقاح خفيف. عندي بعد كده رقم أربعة يمكن إجراء عملية التكاثر بالتطعيم بين. التطعيم ده بيبقى بين البرتقال والمشمش، لا مفيش تقارب ما بينهم. المشمش والتفاح، لا. التفاح والنارنج، لا برضو مفيش تقارب. النارنج والبرتقال، أيوة البرتقال والنارنج مظبوط تمام، لأنهم متقاربين في الصفات الوراثية. عندي بعد كده تعتبر عملية نقط من أنجح الطرق المستحدثة في حل مشكلة الغذاء، التعقيل ولا التطعيم ولا التهجين ولا زراعة الأنسجة. هتبقى زراعة الأنسجة. ليه؟ هنقول له لأن بواسطتها يمكن الحصول على أعداد كبيرة من أحد النباتات باستخدام جزء صغير منه، يبقى إن إحنا بنستخدم نحصل منها على أعداد كبيرة باستخدام جزء صغير من النبات ده. طيب نكمل مع بعض. طيب يجي يقول لي ادرس الاشكال الثلاث ثم اجب من الشكل التخطيط المقابل اكتب البيانات. يلا كده رقم واحد ده عنق الزهرة، رقم اتنين ده التخت اللي هو بيبقى جزء منتفخ، رقم تلاتة ده كده الكأس، رقم اربعة ده التويج، رقم خمسة ده الطلع، رقم ستة ده المتك، وهنا بقى خمسة هو مشاور على الجزء الرفيع ده ممكن نقوله الخيط، وستة ده بما انه مشاور على الجزء المنتفخ اللي فوق ده المتك. عندك كمان سبعة ده كده فتحة الميسم، تمانية ده كده القلم، تسعة ده كده المبيض، عشرة دي البويضات. طيب عندي بعد كده يقول لك أمامك عدة أشكال تخطيطية لأزهار مختلفة الجنس، واحد اتنين تلاتة. اذكر نوع جنس كل زهرة من هذه الأزهار والرمز المعبر عنه مع التعليق. أول زهرة ديت المحيطات الزهرية بتاعتها عندك الكأس والتويج، وهنا الطلع بس اللي في النص ده كله طلع، يبقى دي زهرة مذكرة لأنها تحتوي على الطلع فقط. رقم اتنين ديت فيها كأس وتوج اللي في النص ده المتاع فقط، يبقى اذا دي زهرة مؤنثة لانها تحتوي على اعضاء التأنيث فقط اللي هو المتاع فقط. رقم تلاتة دي فيها كأس تويج طلع متاع، يبقى دي زهرة خنثى لانها تحتوي على اعضاء التذكير والتأنيث مع. عندي بعد كده الرمز المعبر عنهم، انت عندك الذكر طبعا زي ما احنا عارفين بيبقى بالشكل ده كده طبعا في الوراثة، تبقى انت عارف الرموز الوراثية، الرموز في الوراثة
بص كده معايا سنة تانية، انت عندك رموز الوراثة دي مهمة. الرمز ده دايرة وخارج منها سهم، ده تعرف ان هو ذكر في الوراثة. دايرة